نتقابل مع بعض بدرس جديد ومعلومة مفيدة هتفيدني وتهمني في مجال مكافحة الصحة العامة. تمام، درس النهاردة هيفيد المهندس جدا حتى لو فني. تمام، الدرس بتاع النهاردة هيوريني ايه هي المهارات اللي بتخليني اتعامل مع النمل الابيض او الرمة او الارضة ايا كان المسمى اللي بتطلق عليها، تمام، باحتراف، خصوصا انها تعتبر من الحشرات الشرسة اللي لازم عشان تشتغل عليها تكون اكثر احترافا وتكون متميز في الشغل بتاعك، خصوصا انها دلوقتي بقت منتشرة في بلادنا العربية كلها، فلازم تكون على درجة اتقان ووعي واحتراف في ابادة الحشرة دي. معلومة مهمة، اي حشرة مهما كانت درجة كثافتها هتقدر عليها بإذن الله، اشتغل صح وهتقدر عليها ايا كانت الحشرة. مفيش حاجة اسمها مستحيل انك انت تقدر الحشرة دي، مفيش. تمام، بخبرتك وعزمك واصرارك هتقدر على الحشرة ايا كان اللي انت هتتعامل معاه. تعالوا بينا في درس النهاردة نشوف ونتعلم هنعمل ايه في النمل الابيض وازاي هنشتغل عليه باتقان واحتراف علشان تكون محترف. يا ريت ما تنساش اللي بتشوف الفيديو، لو بتشوف الفيديو لاول مره اشترك في القناه وفعل زر الجرس، شارك الرابط مع الغير علشان الفيديو التعليم تزيد، خلاها دعوه بينا وبين بعض علشان ننشر العلم بينا وبين بعض. تعالوا بينا نكمل ان شاء الله من الاعزاء. النهارده هنتعامل لكن باحتراف، هنتعامل بهندسه بقى. تمام، هنشتغل في النمر الابيض. اولا عشان تشتغل في النمر الابيض لازم تعرف ايه هي ادواتك اللي انت هتتعامل بيها مع الحشره دي. اولا لازم يكون معاك دريل او هيلتي، تمام، ماركه محترمه ونظيفه، يا ريت ما يكونش مستعمل، يعني حاول ادوات معينه لازم تكون جايبها جديده، وفي ادوات تانية عادي ممكن تتغاضى عنها وتجيبها مستعمله. لو انت عاوز تبدا واحده واحده، في ادوات ممكن تتجاوز عنها وتجيبها مستعمله، لكن من الادوات اللي لازم وهي حبازه لو كانت جديده هو الهيلتي او الدريل، لان احنا هنشتغل فيه باستمرار، خصوصا ان اغلب بلدنا العربيه والخليج طبعا مع الحراره العاليه فمش هينفع تجيب دريل مستعمل، مع الحراره الزياده مع الشغل المكثف هتلاقي الدريل معاك باظ. تمام، لما تبدا تروح تصين الدريل بتمن الصيانه ديت هتبدا تجيب دريل تاني جديد، فبلاش، يبقى من الاول تجيب دريل او هيلتي جديد مش مستعمل. كويس، تمام. مع الدريل بتجيب بونطة مخصصة للتعامل مع النمل الابيض، مش البونطة اللي بيجيبها لك في الشنطة بتاعت الدريل. احنا البونطة بتاعتنا قطرها 9 مللي وطولها من 30 ل 40 سنتي، ملقتش 40 خلاص استعمل ال 30. كويس، وانا بتكلم معاك هتلاقي الصور دلوقتي معروضة قدامك، الدريل والهيلتي، وهتلاقي البنطة التسعة مللي قطر بطول 30 او 40 سنتي. كويس، هيبقى معايا وسط ادواتي الاسمنت الابيض. طبعا احنا عارفين وشفنا من الفيديوهات السابقة الاسمنت الابيض التخصص بتاعه ان احنا بنبدأ نقفل بيه الفتحات اللي احنا فتحناها. كويس، يبقى معانا دلوقتي تالت حاجة الاسمنت الابيض. كويس، طبعا احنا عرفنا برضو المبيد ونوع المبيد اللي احنا بنتعامل بيه، هنزل لكم المادة الفعالة بتاعت المبيد اللي احنا بنتعامل فيه في حالة النمل الأبيض. كويس، دلوقتي أنا معايا أدواتي وأسلحتي اللي هبدأ أشتغل بيها، لازم أخش عند العميل وأعرف فين أعراض الإصابة عنده، فين بيشتكي فين بالنمل الأبيض. دي حاجة. الحاجة التانية المهمة اللي لازم كمحترف تعرفها، إيه هو مصدر الإصابة؟ ما هو انت مش تكتفي ان انت تقول له ان التربه تحت كلها نمل ابيض، طب هي دخلت البيت ازاي؟ لازم تقنع العميل باحترافك، لان هو الراجل مش هيدفع مبلغ قليل، بيدفع مبلغ كبير، وانت مش بتدي ضمان قليل، انت بتدي ضمان كبير، يعني احنا هنا بندي بالعشر سنين، فلازم تكون واثق من ادواتك، واثق من المبيد بتاعك اللي هيبدا موجود لمده 10 سنين. فاهم؟ دي كلها
بتتبلور لما بتشوف مصدر الإصابة جاي منين، دخل لك منين، لأنك لازم تقفله، لازم تقفله. ما تقولش إن أنا اشتغلت ورشيت وقفلت ومشيت، لا، ما هي هتجيلك تاني، إنما هيرجع لك تاني لأن المصدر لسه موجود. تمام؟ في الحالة بتاعت النهاردة دي هوريكم مصدر الإصابة جاي منين. في أغلب البيوت وأغلب الفلل اللي بيتم إنشائها في مشكلة تملي صاحب الفيلا بيقع فيها، ما بيبقاش كونتاكت مع المقاول اللي بيشتغل في الفيلا. المقاول لما بيجي يشطب الفيلا بيلاقي فيها ثغرات كتيرة، احنا لما بنيجي نشتغل بعد المقاول ما بيخرج بنلاقي ثغرات كتير جدا في الفيلا، تقفيلات غلط، فراغات ما بين الأرض والجدار، فراغات في البلاطات ما بعض بينها وبين بعضها. النمل من أذكى المخلوقات برضو، النمل مش هين، دي مستعمرة بالملايين تحت الأرض، ما بيصدق يلاقي أي فراغ يخرج منه. 90% من مشاكل النمل الأبيض سببها المقاولين، التشطيب النهائي، مفيش فينش، دايما بتلاقي فراغ ما بين الحيطة والجدار، دايما بتلاقي فراغ ما بين البلاطات وبعضها، النمل بيخرج منها. لازم تقفل مصادر الإصابة بتاعتك وانت شغال مع العميل، ما تكتفيش ان انت شغاله بس، لأ، لازم تقول له وتفهمه ان قبل ما اشتغل مع حضرتك لازم تقفل مصادر الاصابه دي، لازم الفراغات دي تتسقي اسمنت ابيض، لازم البلاطات دي تتشال وتتركب بلاطات جديده، واكون انا موجود عشان احقن الفراغات دي. بعد ما تشيل البلاطات ابدا احقن ورش عشان تشتغل على نظافه، عشان تشتغل باحتراف واتقان. ده الفرق ما بينك وما بين اي حد تاني هيشتغل على النمل الابيض. احنا قلنا النمل الابيض من اشرس الحشرات، يجي بعديها الباقي الفراش. تمام؟ الحشرات دي عاوزه مهندس دماغ عاليه، فكر سليم. حتى لو انت فني بس دماغك عاليه هتبقى احسن من المهندس اللي محلك سر مش عاوز يطور نفسه. تمام؟ ما تقيدش تفكيرك، اطلع اخرج من بره الصندوق. احنا اتعلمنا عندي هنا في الفيديوهات نخرج من بره الصندوق خالص، وندور ونشوف ونطور من أدائنا. عرفت دلوقتي مصادر الإصابة؟ هنبدأ من أول المرحلة الأولى بفن اللي هي الثقب. احنا نبدأ نفتح الفتحات بتاعتنا. تمام؟ لازم الولد اللي ماسك الدريل أو الهيلتي ما يهزش الدريل في إيده، يكون واثق من مسكته علشان ما يبدأش ياخده يمين وشمال ويكسر معايا البلاطات. البلاطة أول ما شرخت باظت خلاص، اتكسرت. كل ما الولد هيحفر وينزل لتحت كل ما البلاطة هتتكسر، إذا كان بقى السيراميك، إذا كان بقى رخام، أيا كان الموجود هيتكسر، الشكل العام هيبوظ. يهمك كمهندس محترف، يهمك كصاحب شركة، إن الولد اللي يكون شغال يكون محترف، اتقان عالي، يكون ماسك الدريل مسيطر على الدريل، مش الدريل هو اللي مسيطر عليه، ياخده يمين ياخده شمال، لا، مسيطر، محوط عليه، ما يقدرش مع الرج والهز ثابت الولد. هو ركك بس اول دقيقة، اول ما يفتح ويعمل حيز في الارض هيبدأ الدريل نفسه البنطة هتسنطر عن نقطة مش تتحرك منه. يعني هي اول بس تكة، اول لحظة ما بيبدأ يعمل جورة. تمام؟ بالدريل البنطة تبدأ تسنتر مع الولد، مش هتتهز، مش هتروح يمين ولا شمال، خلاص نزلت مكانها. كويس؟ يبقى اللحظة بتاعتي مهمة، في اول لحظة الولد بيبدأ يفتح فيها اول فتحة، ما بدأ شبط خلاص البنطة في الارض، خلاص البنطة عرفت طريقها هتبدأ تنزل. تمام؟ مع مرحلة الثقب هيبدأ التراب اللي خارج من الفتحة بتاعتي، هبدأ الولد يبدأ يشيلها، يشيل التراب. دايما علم نفسك النظافة مع كل مرحلة وانتقالك للمرحلة اللي بعدها، لازم عامل النظافة معاك، لازم العميل ينبهر بأدائك إذا كنت فني إذا كنت مهندس. مع كل مرحلة الراجل مش شايف منك إلا شطارة، منبهر بيك. غير ان لو العميل ده جرب شركة قبلك
ادائها كان قليل، ادائها كان صفر، وجابك انت. فالراجل بيقارن ما بين الحاله الاولى والحاله الثانيه. انت ابهرته. ابهرته دي هتترجم عند العميل، هتلاقي حاجه غريبه جدا في العميل، ان هو سايبك، خرج خلاص وسابك تشتغل، انت تتعامل مع نفسك. ده في حد ذاته ثقه، انت اخدت ثقته واكتسبت ثقة العميل فيك، سابك براحتك لأنه خلاص اطمن لك، اشتغل براحتك بقى. اللي كان يهمني في الأول كعميل أشوفك بس في الأول، ما أنا قلقان هتتعامل إزاي مع الحشرة، مع الإصابة العالية المبالغ فيها دي، هتعمل إيه؟ بشوف بقى أنت بقى احترافك هيبقى عامل إزاي. أبهرته في أول 5 دقايق من شغلك، أبهرته، خليته يسيب لك بقى الفيلا كلها، اتعامل حضرتك وانا واثق فيك. يبقى من اول الحفر باتقان، انك انت تشيل التراب، ما يبقاش فيه تراب باستمرار، المكان يبقى نظيف، عشان ما يبقاش فيه بعد كده، يبقى فيه مبيد، هيبقى فيه ذروته، مبيد مع تراب هيعمل مشكله. يبقى تشيل اول باول، الجوره تبقى نظيفه، تمام، زي ما برضه هنشوف في الصوره، تمام. حقن المبيد، المرحله الثانيه بتحقن على اكتر من مره لحد تمام التشبع، لحد ما تلاقي الجوره خلاص بتقول لك انا خلاص شبعت، تمام. في الحاله دي بتبدا تسيبها وتبدا تنقل للجوره اللي بعدها، من جوره لجوره، من جوره لجوره، تلاقي الجوره اللي في جوره هتلاقيها واسعه او مش واسعه، بتشرب كتير مبيد منك. دي نسبه التاكل بتاع النمل فيها عالي، مخلي فراغات كبيرة تحت، يعني البلاطة أو الرخامة تحتها فاضي، مفيش. كل المفيش ده أنت بتشبعه مبيد. الخبرة إنك أنت بتعرف الجورة دي تحتها فاضي أو هواء، أو الجورة دي لا، في تحت أسمنت، في مسلح. كل ما تبدأ تقدم لبؤرة انتشار المشكلة أو البؤرة أو مصدر المشكلة، بتلاقيها فاضي تحتيها، تعرف ان الوكر او المشكلة الرئيسية من الجزء ده، تمام. تبدأ تحقن تحقن تحقن. بعد كده بتيجي المرحلة الأخيرة اللي لازم تنهيها بالشياكة، مرحلة الغلق بالأسمنت الأبيض. لازم مبقاش الشكل الجمالي العميل يشمئز من المنظر العام، ايه ده؟ ده المكان كان انظف من كده، يا ريتني ما جبتكم، انا لو اعرف كده ما كنتش جبتكم. ده علشان الولد اللي شغال ما عندوش سنس فني، ما عندوش حس فني. لازم تشوف المكان حواليك عامل ازاي، الديزاين بتاع المكان عامل ازاي. ما ينفعش تشوهه، ما ينفعش تشوهه من اول اختيارك للنقطه اللي بتشتغل فيها او بتحفر فيها، ما تاثرش على الشكل العام. بعد كده الحقن بتاعك بطريقة مهندمة، تمام. بعد كده التقفيل بتاعك بطريقة شيك. أنا عاوز في الآخر أبص على المكان اللي بشتغل فيه زي ما بدأت أشتغل فيه، زي ما نهيته، زي ما أنا أبدأ، يعني شفت المكان قبل ما أشتغل، لازم أسيبه بنفس المنظر العام. لازم العميل أشوف ابتسامته، ما بقاش شايف نظرة إحباط في عينيه، تمام. فاهميني؟ لازم تتقن ما بدأته عشان تنتهي بنفس الإتقان. من عرض لعرض أو من مشكلة لمشكلة هتلاقي نفسك أنت بتحترف، هتلاقي نفسك بتشتغل مع النمل الأبيض في مختلف البيئات ومختلف الظروف. النمل الأبيض الإصابة متوسطة، والنمل الأبيض شديد الخطورة أو الإصابة العالية جدا. مهما كان الإصابة ما تبقاش قلقان، مهما كانت كثافة الإصابة ما تبقاش قلقان، اشتغل عليها. قسم المكان لمربعات صغيرة وابدأ اتعامل من مكان لمكان، هتلاقي نفسك بتقفل من مكان تروح لمكان تاني، وهكذا لحد ما تبدأ في الآخر خالص المكان الكبير قفلته وبقى كويس جدا جدا جدا، وكفاءتك كانت عالية جدا، والعميل منبهر بأدائك وبيقول لك متشكر ليك. فعلا أنا اختياري كان موفق للشركة بتاعتك. ده كان مهارات التعامل مع النمل الابيض، من اول ما بتبدا تجيب ادواتك للشغل
لحد ما بتنتهي من العمل عن العميل بكل احترافية بكل إتقان وكل إبهار. يا ريت اللي بيشوفني أول مرة يشترك في القناة، يفعل زر الجرس ويشارك الرابط مع الغير علشان فايدة العلم تزيد. يا ريت ما تبخلش عليا إنك أنت تدوس إعجاب من تحت، تمام؟ ولو في عندك أي تساؤل تسألني وأنا هبدأ أرد عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.